أخيرا السعودي يسجل بعد أن هرم سنوات، بعد أن انتظر السنوات. المنتخب السعودي لكرة القدم، أو كما يطلق عليه محبيه بالأخضر أو الصقور الخضر. المشاركة السادسة في نهائيات كأس العالم في آخر 8 نسخ. حكاية المنتخب السعودي. يعد المنتخب السعودي ضيفاً شبه دائم على بطولات كأس العالم لكرة القدم، فهو لم يغب إلا عن نسختين فقط من الثمان الأخيرة منذ مشاركته التاريخية الأولى في مونديال 94، والتي استطاع خلالها تجاوز دور المجموعات. أما المشاركات الأربعة الأخرى لم يحقق خلالها المنتخب أي نتائج تذكر. يعتلي نجم كرة القدم السعودية ماجد عبد الله عرش هدافي الأخضر التاريخيين برصيد 72 هدفاً، يليه سامي الجابر ب 47 هدفاً. يعول السعوديون في المونديال على المدرب الفرنسي هيربي رينارد وعلى خبرة لاعبي خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري، بالإضافة لياسر الشهراني في الدفاع، وذلك من أجل تكرار إنجاز مونديال أمريكا 94 وتجاوز الدور الأول.